أعضاء مجلس الإدارة. بهمني رحب بالحضور الكريم، وأول بأول بزميلتي السيدة هلا فاضل رئيسة منتدى الـ MIT بالعالم العربي، وفريق عملها يلي تولجوا الإعداد وتنظيم وإجراء هالمباراة هيدي. وبهمني طبعاً أني رحب بكل واحد منكم. الحقيقة نحن فخورين بحضوركم معنا اليوم، لأنه النتائج الأولية تبع المسابقة تفوقت على كل توقعاتنا. الحقيقة أولاً من الناحية العددية، فعدد الأشخاص يلي سألوا عن Grow My Business كان بالألوف وبالمئات، يلي فاتوا تصفحوا صفحات Grow My Business، وبنهاية المطاف إسقاط الأبليكيشن تم أكثر من 680 مرة. والنتيجة هي هون. وكنوعية أولاً قطاعياً بنشوف أنه في مجموعة من القطاعات، طبعاً قطاع تجاري، قطاع السياحة، قطاع المطاعم، البيئة، الطب، الاستشفاء، الصناعة الحرفية، كلها هيدي موجودة معنا. طبعاً من دون غفلان الاي تي اللي هو الممثل كمان بقوة معنا اليوم. وبدي أقول كمان أنه ست هلا فاضل لما انتهينا من مرحلة القراءة، وبتعرفوا أنه لجنة الحكم مؤلفة من MIT ومن جمعية تجار بيروت ومن بنك عودي، عم تقلي وهي عندها تجربة طبعاً، لأنه شخصياً قريت الألوف من الأبليكيشنز خلال السنوات الخمسة المنصرمة، أنه النوعية يلي تميزت فيها هالأبليكيشن هيدي أنه حرام تنترك وما نستثمرها إلى أبعد حد. وبالتالي كان الاقتراح أنه نزيد العدد يلي بيتأهلوا من المرحلة الأولى للمرحلة الثانية من 15 ل 25. فعرضنا الموضوع على البنك العودي وتم التوافق على أنه بالفعل نرفع تريز دبار على 25، مشان أولا نمنح كل واحد منكم فرصة أنه يتنافس للجائزة الأولى، وثانيا مشان تستفيدوا من هالسيمينار هيدا. أنا بدي أنهي كلامي وأقول أنه كجمعية تجار بيروت نحن منعتز بنجاح المنافسة، لأنه نحن هدفنا طبعاً أولاً الحماية عن القطاع التجاري، إنما أكثر من هيك زيادة إنتاجية الاقتصاد اللبناني ككل، وتفعيل هالطاقات الشابة اللي هي موجودة هون، واللي أنتوا بتعطوا صورة فوتوغرافية عن مستقبل لبنان كيف رح يكون بعد 10 و20 و30 سنة. وأنا لما أشوف هالمشهد قدامي بكون مطمن بالي كتير على مستقبل الاقتصاد الوطني. شكرا. تفضلي هلا. أرجع تردي أرجو نيكولا ورحب فيكم جميعا وهنيكم على نجاحكم وعلى تأهيلكم على المرحلة الثانية من هالمسابقة. مثل ما قال كمان نيكولا، هالنتائج يعني تخطيت كل توقعاتنا بالنسبة لنوعية المشاريع اللي تقدمت، ويعني نوعية كتير عالية. مثل ما أثر عنا أنا وجوال والفريق الموجود معنا اليوم خبرة كتير بتقييم المشاريع، أنا عندي أمل كبير لاقتصاد لبنان لما بشوف كل هالأفكار وكل هالوجوه الموجودين اليوم معنا. بس بدي أقولكم باسم منتدى MIT للمنطقة العربية، وأكيد كمان باسم الأولى وجمعية تجار بيروت، إنه فيكم تعتبروا هلأ إنه صار عندكم شريك بمشاريعكم. يعني أي شغلة بدكم إياها بالنسبة هلأ كنا عم نحكي منتورز، يعني مرشد للمشروع تبعكم، وما تسألوا هل موضوع أوقات منتور في ساعدكم أكثر من مصاري للمشروع. منتورز، خبرة معينة، يعني صلي توصل مع زبون معين، حدا يساعدكم، ما توفرونا، تصلوا فينا بفرح بجوال بكل الفريق الموجود اليوم. خذوا البيزنس كارد لأن نجاحكم كتير مهم لإلنا، بدنا إياكم تنجحوا، ما توفرونا، استعملونا من يعني اللي بدكم إياه، نحن نتصرفهم. هلأ بالنسبة للمرحلة الثانية، المطلوب إنكم تقدموا بيزنس بلان. البيزنس بلان قبل خمسة أيار، وهالبيزنس
كمان رح نبعث لكم اليوم التمبليت تبعه. لازم تلحقوا التمبليت هو للتقييم. It's more fair and بحطكم كلكم على نفس المستوى، إنه ما حدا نسي موضوع معين، ما حدا نسي سؤال يجيب عليه. تلحقوا التمبليت اللي رح يتوزع اليوم. بشكركم على حضوركم، إنه أخذتوا وقت هيك تتوقفوا أوقات لما الواحد بيكون عم بيأسس شركته الخاصة، بفكر إنه يبعت زملاء تبعوله أو اللي بيشتغلوا معه على تريننج، بس ما بفكر لي أنا بدي أخذ نهار خصيص نهار to upgrade my skills. فعشان ربنا نجيب ناس عن جد يعني يزيدوا معلومات جديدة لكم. طبعاً طارق الثاني اللي وصل اليوم هو بيشتغل معنا كتير بالMIT Enterprise Forum، بيعلم بالAUB management و business، ورح نبلش بهالموضوع. بس حبينا كمان نزيد الديجيتال ماركتينج اللي هو أونلاين ماركتينج. كل الشبكات الاجتماعية الموجودة اليوم أونلاين، ما بتعرفوا في كتير منكم بيعرفوا ديجا، بس في قسم بركي ما بيعرف كيف في يستعملها بطريقة إيجابية للبزنس تبعه. بقى حبينا نركز على هالموضوع لأن الكل عم يحكي عن الديجيتال ماركتينج وأونلاين ماركتينج، بس كيف فيكم تستفيدوا من هالموضوع مباشرة؟ حبينا نحطه على الأجندة اليوم لأن هذا الموضوع كتير مهم اليوم. هلا وصل طارق، بقى صار فيني وقف حكي واطلب منه اي شيء. بقى ثانك يو اند جود لوك. كمان خريج من MIT وهو وهارفرد كمان هارفرد بزنس سكول، وهو متشرف جدا باللي بنسميه نحن الانتربرونور شيب تول كيت تبع MIT. تفضل طارق. But before I start talking about that, I'd like to ask you, why do you think it makes sense or it's necessary to grow a business? Why not have a business of a certain size and stop there? Where does this need for growing come from? Does anyone of you have some idea about ambition? How do you translate ambition? Self-fulfillment. Meaning what? I mean, ambition to do what? To achieve, okay. What else? Self-fulfillment. Self-fulfillment, well, that's the cousin of ambition, right? Any other economic reasons why you might want to do it? To give more work for more people. Very important. Can you repeat it so that everybody hears? To give work to more people. Growth is about size. Maybe make more money too? Well, basically. Maybe. Basically, fulfill your mission and vision. Because you start your business with the idea of having a $100 million business at the end of the day. Well, why not? We not. I'll talk about the vision. Okay. How about adaptation? I'm sorry. Adaptation. What? To the market, to the needs, to the time. Yes, exactly. But why go? Suppose you took your company from 0 to 5 million of sales. Why go to 15? Sometimes you are obliged to grow the business. Why? Sometimes it's competition. If you don't do it, you die. Ah, if you don't do it, you die. What makes you die? Competition. Today is the worldwide business community. If the business does not grow in a way, I think he don't have any future except dying. That's what we are seeing today in the worldwide business community. Very good point. Very good point. Very good point. What else could it be? Let me give you one more idea. If you're going to grow your company, are you going to try to hire good people or mediocre people? Good people. Now, if you're going to hire good people, are they going to be happy keeping the same job for 10 years? Or are they want also to grow and have more responsibilities over the years? So unless your company grows, your good people in the company will not stay. They will leave for better ambition, opportunities. Okay? So it's fundamental. It's fundamental. As far as I'm concerned,
if you want to be successful, it's not only a question of starting a company and making it sort of break even. It is hiring good people, because good people will make your work easier. But good people also have ambitions. So they start low and they want to grow. And if your company doesn't grow, then their own personal growth is not there. And at some point in time, they leave. But that goes back to you guys who someday will be owners of your own company. Are you willing to hire people who are smarter than you are? And you need to think about this. Okay? There's a very big difference between owning a company and managing a company. You own the company. Nobody's going to take that away from you. So since you own it, you should not be concerned about hiring smart guys. Smart guys make your life easier. They make your company succeed far easier. So very important, because in the traditional setup in this part of the world, people usually are stable in their position. Let me give you a simple example. I am hired by a company that sells cars in Lebanon. Junior salesman. And they tell me, okay, this is the neighborhood of Beirut. Try to sell one car every month. I sell three. What happens the following year? They tell me, instead of this neighborhood, take this neighborhood. Sell five cars a month. I sell 10. Keep going. After 5 or 7 or 8 years, I become sales manager of brand X of cars in Lebanon. I'm now 30, 32 years old. What's my next position if I want to grow in the company above sales manager? What do you think is a possibility? What are the kinds of positions above sales manager? Open his own company. No, that's something else. But usually these businesses are family owned. So the top positions are basically for the family. So now I'm sales manager, age 32, 35, and I think, okay, I'm going to work until age 65. And I'm stuck in the position of sales manager. So I need to protect myself. Any young person now that comes in the company in sales and who could be a threat to me, I'm going to make sure they don't stay in the company, because they're a threat to my position. A company cannot go that way, okay? Because then you have a lousy culture in the company, and the senior guys basically make sure that smart young guys don't join, okay? Very common phenomenon in this part of the world, certainly in Lebanon. Okay? So to grow, you need good people, and good people want to grow, so you need to grow. And as this gentleman said, the world has changed today. There's competition from all kinds of places. And all companies basically have a part of their costs which are fixed and a part of their costs which vary with sales. So the bigger you are, and the less cost per unit of sale, what we call in technical terms economies of scale. So if you have a company selling 20 million and you're selling 5, their cost per unit is going to be lower than yours, their profits will be higher. And over the time, they'll advertise more, they'll give more discounts, they'll have bigger margins, and as you were saying, ultimately you disappear. So it's a rat race. You cannot stay still. You just have to go.